كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 20. البولي والكوموندور كلبين متشابهين بالشكل لكن مختلفين بالحجم، بس أنا حركز على الكبير. كلاب رعاية الخرفان في هنغاريا وحمايتهم من الذئاب وممكن كمان الدببة، وكادوا انهم يمحوا الذئاب من كل هنغاريا. مشهورين بشكلهم اللي بيشبه الممسحة، وهذا سبب من اسباب ليش مش لازم تربيه. هذا الشعر له وظيفة مهمة جدا، وهي انه لما الذئب يحاول يعضه فبيكون هو هيك ملت امه شعر وما وصل لجسم الكلب، كأنه سبحان الله درع. هلأ الكلب هذا بيشبه الخروف، الذئب بيكون متخبي بين الأعشاب، الكوموندور بيكون متخبي بين الخرفان، وكأنهم بيلعبوا استغماية لبعض. الكوموندور كل شي بيلزق في شعره المتجدل، فبتلاقيه مليان رمل، أوراق شجر، أغصان صغيرة، وسهل إنه الحشرات تلاقي طريقها لجلده. فعشان هيك بدك تهتم بنظافته بشكل مستمر، وكمان بدك تلاقي ناس متخصصة في تحميمه والعناية فيه وترتيب شعره. تم تنشئته من آلاف السنين وتعلم انه يكون مستقل في قراراته، فصعب جدا انه يسمع كلامك بنسبة 100%. طاقته ما بتنفذ ومش مخلوق يكون في البيت، وغير هيك اصلا حتى لو حبيت تربيه هو نادر جدا، هون في كل امريكا ما في غير 1000. فعشان هيك وعشان كل اللي قلته سيبك منه، مش لازم تربيه.